ايه، نرجع تاني نقول السلام عليكم ميادو جيمنج. النهارده يا جماعه انتوا شايفين، طبعا طبعا شايفين، ولازم الفيديو ده يجيب عدد فيو عالي جدا عشان الفيديو ما يتمسحش. فبجد يوتيوب ده كل حاجه بتبقى جوك زار كده، فمفيش اي حاجه يوتيوب تمنع الفيديو ده ويتخلوه يتمسح. فبالله عليك يا يوتيوب ما ناخدش علامه صفر. هتقولي ليه ناخد علامه صفر؟ انتوا شايفين كارثه يا جماعه، كارثه يا جماعه. دي اكبر كميه صواريخ انا جبتها في حياتي، واول مره اجيب الكميه دي في حياتي. فكره فيديو النهارده اللي انا هعمل بوكسات عشوائيه، وهيبقى في الفيديو ده هيبقى على جزئين، جزء هعمل فيه البوكسات واجهزها وهدي لاصحابي اقول لهم اختاروا بوكس عشوائي، وقابل حظ هما 3 بوكسات، اختار 3 اصحابي اقول لهم بص بقى، في بوكس وحش قوي، في بوكس متوسط، في بوكس جامد جدا. فاحنا هنعمل يعني الفيديو ده يعني الغرض الهزار وكده يعني، فعشان الفيديو ما يتمسحش ويوتيوب انت حبيبنا وكده. نبتدي. انا عايزه اوريكم الكميه عامله ازاي، واحنا هنلفها ازاي في بوكسات وكده. قلت الراجل عايز اجيب صناديق، قال لي انا عندي اخر صندوق، الصندوق ده. قلت له طيب خلاص ماشي اخده، فخدت وانا ما عنديش صندوق تاني، وما لقيتش اي صندوق تاني خالص. لا فقلت له ماشي خلاص وكده. فتعالوا بقى نشوف احنا نعمل ايه ومقلب ازاي. تعالوا اه يا جماعه، دي الزاويه اللي احنا هنعمل بيها البوكسات وكل حاجه زي الفل، وانا اهو يعني. فالنهارده يعني انا حبيت الزاويه دي جدا، والزاويه جديده بقى وكده في القناه، فتخش معانا بالتقيل. يلا بينا. ده لسه يا جماعه، لسه، استنى. يوتيوب ده الغرض الهزار، السجوك يعني هزار، وما فيش حاجه ده لاصحابي وكده يعني، فمش عايزين الفيديو يتمسح ولا ياخد علامه صفر. واخدين بالكم في الكميه يعني؟ بصوا استنوا بقى، وده البوكس الوحيد، في واحد هيبقى معاه البوكس ده، وده اللي هنلف بيه برضو، وفويل برضو، ومعانا جرايد برضو، يعني معانا حاجات كتير قوي. فاحنا نشوف. يا نهار اسوح يا جماعه، الكاميرا وقعت وقعدت 5 دقايق اظبطها. ومعانا السهم الكشاف ده برضو عشان ينور لكم، ومفروض استنى بس كده، هو المفروض ينور يعني، فسيبكم منه. طيب احنا معانا كل ده وعايزين نغلف طبعا يعني، في بوكس يعني بصوا يعني كل حاجه مظبوطه. نبتدي باول بوكس، هو اغلى بوكس، او يعني هو يعني قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. طيب يا جدعان، الزاوية دي هنظبط فيها كل حاجة. الراجل عطاني دي هدية والله، قال قلت يعني دي بتشتغل معرفش بقى. فانا ادالهم ويعني خلاص بقى هما يتصرفوا. احسن بوكس هو اللي هناخده معانا اول حاجة. احنا الاول بنفرد الفويل، خلي البوكس الاخير ده من الصبايا، نفرد الفويل كده اهو. الفويل عامل انعكاس جامد قوي يا جماعة، يعني انتوا هتشوفوا نفسكوا دلوقتي، مش عارف انتوا شايفين نفسكوا ولا لا، بس ماشي. هناخد ده وهناخد ده وهناخد ده وهناخد ده بدل ده، ونحط واحد من ده ونحط واحد من ده، ونختار له ايه كمان ونحط له ده. جماعة ده إيه، عشان بس لو صحابي مش عارفين، ده بيتشد كده بيعمل فرقعة جامدة اوي زي البوم. انا معايا تاني جماعة، لقيت تاني اهو، بس استنوا بقى ده نفتحه. يا نهار، الكاميرا كانت هتقع تاني، بس كده افتحه وحطيه هنا اهو كده. ده احسن بوكس اقسم بالله، انا نفسي اخده البوكس ده، بس كده. يا الدخان اللي عم، مش عارف انتوا هتشوفوا الدخان ده ولا لا اصلا، لان الدخان ده جامد قوي. فا احنا معانا كام واحدة؟ معناش تاني؟ معانا تاني، اه معانا 1 2 3 4 5 6 تلاتة، ماشي يعني 6. نحط له 2 3 يعني، ولا اقول لك 3 ماشي. ونقفل البوكس، البوكس عايز يتقفل اكتر من كده يا جماعة. هو بوكس ايه وانا عمالة اقول بوكس بوكس، فده يبقى احسن بوكس يعني، بوكس برضه زيه.
معلش يا جماعه ازعاج. ماما لو عرفت اللي انا واخد الفايل ده يا لهوي هتطلع عيني. يا ماما ان كام الزاويه هتقع تاني. بس كده الزاويه مبقى. انا عايزه ابعد عن الزاويه. بصوا هو طالع منها خشبه والخشبه دي مضاريها بجرايد بقى عشان تبقى خلاص معانا كله. في ناس هتسألني انت هتديه لهم امتى؟ انا نازل بكره يا جماعه فهم كده كده معايا في الدرس بكره فهديه لهم بكره. لا بلاش الجرايد بحس الجرايد بتبقى اوفر قوي خليها كتير قوي. بصوا ده اول بوكس يعني الصراحه عايزه اخسس يوتيوب والله كله الهزار كل ده مش هيتفرق على يوتيوب. شو بيبقى فاهم برضه بس وعايزين ايه بقى كده. ده اول واحد عملناه الصراحة الخشبة دي برضو هتفضل موجودة ولكن انا حاسه ده يبان برضو احسن واحد فانا حاسه لا ده اول واحد. احنا هنعمل اتنين يا جماعة عشان الصراحة مش هيكفوا معانا. نفرد الفويل اللي بعده ونحط العلبة دي يا جماعة. احيدي ده صحابي بيشوفوا الفيديو فيعرفوا اللي انهي صندوق هو الاحسن. يا جماعة ما بصوا خليهم شبه بعض بقى واحط الغرزة دي برضو زي اللي فاتت واحط لهم عندي فكرة. احنا ده هنخليه المتوسط حط له اتنين و بس كده اقفل الفيديو ده لازم ينزل بعد ما ادهولهم وانزل بكره فعلا عشان يعني عايزين نغطي تاني اكتر. استنوا بقى احنا عايز اجيب فويل تاني الفويل خلاص بيموت. ايوه قفلناه كويس وده التاني يا جماعة. هتقولي طيب ايه الغرزة اللي طالعة لهم دي؟ بصوا هيرقوا فانا لسه هحطهم جوه حاجات يعني لسه فلسه استنيني في اخر الفيديو. عملنا اتنين عايزين نعمل التالت بقى. التالت ده يا عيني هيطلع ببصوا بصوا هيطلع بايه؟ بصاروخ واحد وواحد يا عيني بقى يا عيني بصراحة ممكن يشتم فانا ما اضمنش هو هيعمل ايه الصراحه. احنا كده خلاص ده في الاخر نحط بس عايزين نقفله البوكس ما بين اللي انا جايب لك صارف ومكلف يفتح ف ثانية واحدة ونحط له بومباي عيني وبس كده. لا والله عشان ما بس ظلمته بصوا عشان ما بس ظلمته وجبت له اتنين من اللي سبق الاصلي. بصوا ده الفرقع جامد قوي على فكره والله فحطيتهم له و لا عشان ما نبذل في دي لسه برضو نفس الخازوق. هو الخازوق هنا رفيع وانا تخين مش عارف ليه مع انهم كانوا نفس السعر والله. ف برضو برضو باينة انا عايز اخد حتة فويل زاريهم بقى بس ده اتقل قوي يا جماعه. بس هو مش كده يعني بصوا احنا هنبتدي من ده اكبر لاصغر. يا جماعه ثلاث قنابل من اقوى القنابل الموجود. احنا بقى ايه هما هيشوفوا دول صغيرين وده الكبير فياخد الكبير وكده يعني ولكن احنا مش هنعمل كده. احنا هنغلفهم في صندوق كل شبه التاني عشان يعني ما يبقى يعني فاهمين يا جماعه الزاويه برضو كانت هتقع تاني فتعالوا بقى نعكس الزاويه. طيب يا جماعة اهلا بيكم بالقنابل بتوعنا الجامدين. طبعا انا جبت تلات اكياس طبعا هيبقوا بصوا هما دول التلات اكياس اللي لقيتهم عندي واغلف بيهم بتاع ده. انا مش هغلف قدامكم عشان هما ما يعرفوش وبتاع ده فانا اغلف وارجع لكم. طبعا جبت يا نهار اسمك موتنا طبعا كده يعني انا غلفتهم كل واحده في كيسه طبعا مش هقول لكم انهي واحده يعني عشان هم ما يعرفوش وخلاص
نوري الفيديو النهارده بعد العناء والتعب ده كله، ما استفدناش اي حاجه من دي، ما استفدناش اي حاجه من البوكس ده. لا نستفيد من البوكس.